وضعت أسماء بنت أبي بكر نطاقها. النطاق كان أهل مكة لأنهم عايشين في بلد جبلية والأراضي مرتفعة ومنخفضة، فلما تمشي فيها وانت مش رابط وسطك العمود الفقري بتاعك يعني يتعبك جدا، يجي لك ألم في الظهر مزمن. فكان عادة أهل مكة يربطوا وسطهم بحزام عشان يمسك الفقرات بتاعتهم كويس، وهم طالعين جبال ونازلين من جبال، فكانت عادتهم كده المرأة تلبس نطاق والرجل أيضا يلبس نطاق، يعني يلف وسطه بحاجة عشان إيه تقاوم حركته في الأراضي غير المستوية، وإلا يجيله ألم في ظهره. سيدتنا أسماء لم تجد شيء تربط به سفرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نطاقها فشقته نصفين، ومن ساعتها سميت ذات النطاقين.